ارتفاع نسب التسرب المدرسي في سوريا لمستويات غير مسبوقة، ومنسق الاستجابة يدعو المجتمع الدولي لانتشال القطاع. سلطة الأسد تروج الكبتاجون داخل وخارج سوريا، والشعب السوري ضحية التجارة. البيت الأبيض ينفي نية الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة إخبار منتصف من قناة حلب اليوم. كشفت منظمة اليونيسف عن تسرب أكثر من 2 مليون طفل سوري من العملية التعليمية، مبينة أن مدرسة من بين كل 3 مدارس لم تعد صالحة للتعليم، في حين وثق فريق منسق استجابة سوريا تسرب نحو 2,200,000 طفل من التعليم شمال غرب سوريا. التقرير والتفاصيل. أكثر من 2,400,000 طفل خارج المدارس في سوريا، وواحدة من كل 3 مدارس لم تعد تستخدم للأغراض التعليمية. هذا ما تقوله منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة. تحديات كبيرة تواجه العملية التعليمية في الجغرافيا السورية، ليس ابتداء من قصف الأسد وحلفائه المدارس في المناطق المحررة، حتى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والزج بهم في سوق العمل وما بينهما من أسباب وتداعيات أبعدت الأطفال عن المقاعد الدراسية. فريق منسقو استجابة سوريا وثق تسرب أكثر من 2,200,000 طفل من التعليم شمال غرب سوريا بما فيها المخيمات، مرجعا الأسباب إلى تزايد عمالة الأطفال والزواج المبكر وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن والمخيمات، إضافة لإشغال 80 مدرسة لأغراض غير تعليمية. قصف المدارس وهجرة المعلمين ومشاكل التمويل والاتجاه نحو خصخصة التعليم وأسباب أخرى دفعت الفريق لمطالبة المجتمع الدولي بانتشال الواقع التعليمي. مناطق سيطرة سلطة الأسد لم تكن بأفضل حال وبمعزل عن التدهور الحاصل في قطاع التعليم، فمظاهر التسرب المدرسي وعمالة الأطفال باتت واضحة أيضا، وإهمال ترميم المدارس أصبح سمة تلك المناطق، فضلا عن التوجه إلى خصخصة عشرات المدارس من خلال إبرام عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص وفقا لموقع صوت العاصمة. حالة انهيار تعيشها سوريا في معظم قطاعاتها ومنها التعليم، الأمر الذي يسبب تخوفاً لدى الأهالي من خروج جيل بأكمله بلا تعليم، جيل يعول عليه في بناء المجتمع والنهوض به. ينضم إلينا السيد محمد صباح حميدي نقيب فرع حلب في نقابة المعلمين السوريين الأحرار، يحدثنا من عزاز. مرحبا بك معنا السيد محمد. لعل أبرز الأسباب للتسرب المدرسي انخراط الأطفال بسوق العمل، هل هناك جهود يمكن اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة؟ أولا سيد الكريم، البارحة 24 كانون الثاني صادفنا اليوم العالمي للتعليم الذي حددته الأمم المتحدة لإظهار دور عميق الذي يقوم به المعلم والمتعلمون من أجل السلام والتنمية المستدامة، لكن يعني الواقع على الأرض يختلف تماما. بالنسبة لموضوع التسرب، بلغت نسبة التسرب في مناطق شمال غرب سوريا حوالي 55%، يعني نسبة مرعبة جدا، وهي تشمل الطلاب الذين سجلوا في المدارس ثم انقطعوا عن التعليم، وأيضا الطلاب الذين هم في سن التعليم ولم يلتحقوا بالمدارس. يعني مخاطر التسرب كثيرة جدا، انتشار الجهل، الفقاء، الجريمة، المخدرات كما ذكرتم في تقريركم، البطالة. سيد محمد، كنا نسألك نحن عن الجهود التي يتم العمل عليها لمواجهة هذا التسرب تحديدا في نقطة عمالة الأطفال، هل هناك أي جهود؟ يا سيدي، يعني مشكلة معالجة مشكلة التسرب
أولا تبدأ عن طريق المحطات الإعلامية، وشكرا لكم، يعني عن طريق الحشد والمناصرة من قبل المنظمات المجتمع المدني كما تفضلت، منسقو الاستجابة، القنوات الإعلامية أيضا، نحن كنقابة معلمين، تم تسليط الضوء على قضية التسرب. ولكن حل المشكلة يعني عندما نقول مثلا عمالة الأطفال، ما أسباب عمالة الأطفال؟ هي الحالة الاقتصادية، يعني التعليم مرتبط بالحالة الاقتصادية للأهالي، الأهالي يضطرون إلى لإخراج أطفالهم من المدارس من أجل العمل. يعني هذا البرنامج الحل يجب أن نحدد العناصر الفاعلة في حل مشكلة التسرب، المسؤولين والعناصر الفاعلين في حل المشكلة. يعني تتحدث عن عدة مؤثرات اقتصادية موجودة في المنطقة. بالنسبة للشق الثاني سيد محمد، مشكلة أهلية هذه المدارس، هل يمكن التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص لإعادة بناء وترميم المدارس، سواء كبناء وحتى ككوادر تعليمية؟ أصلا المدارس بالأساس لا تكفي أعداد الطلاب المتزايدة، يعني عنا أعداد طلاب هائلة، وعدد لم يتم بناء مدارس جديدة بعد الثورة، يعني إلا ما رحم، يعني قليل جدا. وبتعرف أنت الاكتظاظ اللي صار في مناطق شمال غرب سوريا، حالة النزوح اللي صارت بالمناطق اللي سيطر عليها النظام. الأمر بتطلب الأساس قبل الترميم هو بناء مدارس، يعني ربما تكون أضعاف، ضعفين أو ثلاثة أضعاف لاستيعاب هذه الطلاب. يعني هي أحد المشاكل التي أدت لتسرب الطلاب، عدم وجود مكان للطلاب في التعليم العام. منهم من يمتلكون حالة جيدة ينتقلون التعليم الخاص، أما الباقي فيذهب إلى سوق العمل. أشكرك سيد محمد صباح حميدي، نقيب فرع حلب في نقابة المعلمين السوريين الأحرار، حدثتنا من عزاز. انقطع آلاف الأطفال عن التعليم بعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا مطلع العام الماضي، وتسبب بنزوح وتهديم عشرات المدارس. ورغم ذلك انطلقت مبادرات تعليمية، منها في جنديرس بريف عفرين شمال حلب. التقرير والتفاصيل. يصطحب أحمد ابنته سحر إلى مدرسة مخيم الأمل الذي انتهى بهم المطاف فيه بعد رحلة نزوح طويلة وتنقل متكرر لسحر في المدارس المختلفة. يبذل أحمد جهودا كبيرة لإعادة ابنته إلى جو التعليم في مكان إقامتهم الجديد. خمس تغيرات أو تنقلات اللي عاشتها سحر هي كانت كفيلة بأنه تغير نفسيتها مثل أي بنت، لكن أنا كأب وزوجتي أمها كمان هي خريجة لغة عربي، كنا نلعب دور كبير بإعادة تقويم سحر من الناحية النفسية، يعني نعيشها بجو ألفيت المنزل، أنه نحن بيتك الأول والثاني والثالث والرابع، وفي حال غابت المدرسة أنا أستاذ، مثل ما الأستاذ في المدرسة هو أستاذك أنا أستاذك حتى في البيت، الأم نفس الشيء. على الجانب الآخر تبرز مبادرة أخرى لإنقاذ العملية التعليمية في مخيم تكوين الذي تم إنشاؤه بعد كارثة الزلزال الذي ضرب جنديرس، حيث قامت مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية بتجهيز 4 خيام لتعليم عشرات الأطفال فيها. طبعا مرحلة الزلزال صار انقطاع طويل للطالب، وشفت الناس صارت ضمن مخيمات صارت بعيدة عن مراكز المدن أو عن جنديرس أو عن المدارس بشكل عام. فبجهود الناس طبعا وجهود التربية أقاموا بالتعاون مع منظمة زيد بن ثابت مدرسة ضمن مخيمنا، الله يجزيهم الخير. وكانت المدرسة عبارة عن 4 خيام صفية وتستوعب تقريبا 90 طالب، وهي المدرسة فئة واحدة. هنا في جنديرس أيضا وضع الدفاع المدني حجر الأساس لإعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد التي دمرها الزلزال، لتكون جاهزة لاستقبال 4000 طالب مع بداية العام الدراسي القادم. يتألف البناء من بناء هيكلي مدعم بجدران قصية مقاومة للزلازل. يتألف المبنى من 3 طوابق وقبو. يحتوي المبنى على 48 غرفة صفية إضافة إلى غرف متعددة الوظائف والاستخدام كغرف للإداريين والمدرسين ومخابر وملجأ في طابق القبو، أيضا 4 ملاجئ في طابق القبو. البناء أيضا صديق للبيئة، يحتوي على مساحات خضراء في الداخل والخارج بمساحة تقارب حوالي 370 متر مربع، إضافة إلى ملعب مغطى بالعشب الأخضر بمساحة 450 متر مربع.
تتنوع المبادرات التي تسعى لإعادة إحياء العملية التعليمية ما بين صغيرة ومتوسطة ونوعية، لكن ما يربطها جميعا هو أنها مبادرات محلية سورية. 23 مدرسة هم الذين تأثروا بالزلزال الذي ضرب جنديرس، مما أدى لانقطاع آلاف الأطفال عن التعليم. ومن شأن مثل هذه المبادرات النوعية أن تساهم بدفع العجلة التعليمية إلى الأمام. قصيل أحمد حلب، اليوم جنديرس. في ظل استمرار تجارة الكبتاغون خارج سوريا وترويجها داخليا، يدفع السوريون أثمانا لذلك من خلال حوادث تشهدها المحافظات السورية، منها سببه التجارة داخل المحافظات، ومنها ما هو نتيجة تهريب المخدرات نحو دول الجوار. تقرير والتفاصيل. بينما تنتج سلطة الأسد الكبتاغون وتصدره، يدفع السوريون الثمن بدمائهم ومستقبل أبنائهم. تقول الأخبار القادمة من حي العباسية وسط مدينة حمص إن مجموعتان تتبعان لميليشيا حزب الله اللبناني اشتبكتا بالأسلحة بسبب خلاف على صفقة مخدرات. وفي ذات المنطقة يطعن طالب في مدرسة إعدادية زميله بآلة حادة إثر خلافهما على عملية شراء حبوب مخدرة والتي باتت تنتشر بين طلاب المدارس. هذا المشهد ينقله مراسل حلب اليوم من حمص. أما المشهد في محافظة السويداء فقد كان مختلفا نظرا لطبيعة الحدود مع الأردن، فهناك يدفع السوريون الثمن بدمائهم مقابل تجارة تديرها ميليشيات نحو الأردن ودول الخليج. الطفلتان فرح تركي الحلبي وشقيقتها ديما الحلبي كانتا من ضمن عائلتين قتلتا بغارات يرجح أنها أردنية استهدفت منزلهما في ريف السويداء. يقول أبناء المحافظة إن التجار يقبعون في قصور معروفة بينما ندفع نحن الثمن. يبحث السوريون عن سبل لمواجهة الآفة، ففي درعا قادت مجموعات محلية مبادرات لمكافحة المخدرات التي باتت تعشعش في قرى المحافظة بحسب تجمع أحرار حران، بينما وجهت حركة رجال الكرامة في السويداء مبادرة للأردن بهدف التعاون في مواجهة هذه التجارة والتخلص منها. يتضرر الجميع من تجارة الكبتاغون، بينما يبدو بشار الأسد وسلطته وحدهم من يستفيد منها، ويبقى المتضرر الأكبر هو الشعب السوري الباحث عن حياة كريمة وحسب. أعلنت حكومة سلطة الأسد استبعادها الآلاف من مكتتبي السكن الشبابي والعمالي بعد تسجيلهم عليها وانتظارهم لسنوات عديدة، رغم دفعهم للأقساط المترتبة عليهم خلال الفترات السابقة. وذكرت وسائل إعلام موالية لسلطة الأسد أن الاستبعاد لمشاريع السكن الاجتماعي جاء بذريعة تخلفهم عن تسديد دفعات منتظمة لأقساطهم الشهرية لمدة زادت عن 8 أشهر متواصلة وبشكل رجعي لما قبل العام 2016. وأدى هذا القرار إلى حرمان حوالي 5000 مكتتب في مشاريع السكن الشبابي على امتداد مناطق سيطرة سلطة الأسد، وفقا لما نقله موقع سوريا ريبورت المختص بالملكية العقارية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرعاية الصحية المجانية في إدلب تخفف من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. نفى البيت الأبيض ما ذكرته مجلة فورين بوليسي بأن واشنطن تدرس إمكانية سحب قواتها بشكل كامل من سوريا، بعد تقارير أمريكية أشارت إلى أن واشنطن تبحث آلية وتوقيت هذه الخطوة. وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN الأمريكية إن بلاده لا تعتزم سحب قواتها من سوريا وإن هذه القضية ليست قيد النظر. وكانت مجلة فورين بوليسي نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون بأن البيت الأبيض لم يعد مهتما بالمهمة الأمريكية في سوريا، وأن النقاش يتم حول موعد سحب القوات.
ينضم إلينا الدكتور عبد السلام البيطار، أكاديمي وسياسي، يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا دكتور عبد السلام. هل تعتقد أن نفي البيت الأبيض يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، أم هو مجرد تصريح تمهيدي لتصرفات مستقبلية؟ نعم، في هذا الخصوص، وإذا رجعنا إلى التاريخ القريب في سنة 2018 عندما كان هناك تصريح كذلك من ترامب بالانسحاب الأمريكي من سوريا، ولمسنا آثار ذلك بشكل بسيط جدا وبشكل جزئي ولم يرتقي للانسحاب الحقيقي. علينا إذن أن نتفهم أو نعرف أن ما صدر من الصحف الأمريكية وبعد ذلك رد الإدارة الأمريكية على عدم العزم على الانسحاب الحقيقي هو حقيقة هو للاستهلاك الإعلامي والاستهلاك السياسي أو نوع من ترتيب الأولويات لدى الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لها بعد استراتيجي في سوريا وينفذ من خلال أذرعة أمريكا في داخل سوريا، ولذلك نحن نعتقد أن هذه التصريحات إنما هي للاستهلاك فقط وليس على الحقيقة، إعادة تموضع، إعادة تشكيل وترتيب أولويات أمريكا في الداخل السوري. سوريا بالنسبة لأمريكا تعتبر بعد استراتيجي. دكتور عبد السلام، لكن حتى في 2018 كان هناك انسحاب أمريكي جزئي من الجنوب السوري، وهناك تيارات داخل الولايات المتحدة تطالب بشكل رسمي وواضح بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا حتى لو كان بشكل جزئي. وجود هذا التيار والحديث عن إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، هل يمكن أن يتم تطبيقه في ذات يوم ولو بصيغة ما؟ نعم، لذلك نحن عندما ندرك يعني الشيء الموجود على الساحة الآن وخاصة في ظل قرب الانتخابات الأمريكية ندرك حقيقة حساسية هذا الموضوع. هو مجرد تفكير فقط واستهلاك لكسب مزيد من الأصوات تجاه تجمع أو تكتل معين لدى الإدارة الأمريكية فقط، لا أكثر ولا أقل. لكن على حقيقة متى سيكون هذا قابل للتنفيذ؟ نحن من خلال متابعتنا للتاريخ القريب والتاريخ البعيد والبعد الاستراتيجي للتفكير الإدارة الأمريكية نرى أن هناك لن يكون انسحاب لأمريكا وإنما إعادة تموضع، وهذا ما حصل كذلك في 2018. لم يكن هناك انسحاب وإنما إعادة تكتيك وترتيب عسكري. الآن في عندنا ثلاث ملفات مفتوحة على القضية السورية. القضية الأولى الاجتماع في الأستانة الموجود الآن وهي عبارة عن رسائل، كذلك القضية الآن الأزمة الموجودة في عند اليهود وفي غزة ولها آثار ولها أبعاد أخرى. تحاول أمريكا الآن من خلال هذا التصريح، من خلال هذه التسريبات الإعلامية، أن تؤكد للمجتمع الدولي أنها هي لها أولويات أخرى أصبحت، وأنها سوريا لم تعد لها بالأولوية. تريد ربما توصل رسائل إلى بعض الدول الضامنة كتركيا وإيران وروسيا أنها مستعدة لقبول أي حل قادم في سوريا بالتوافق ومزج ما بين المعارضة ما بين النظام السوري القائم، وهذا كله مرتبط في تحقيق مصالحها في المنطقة. لكن نحن نؤكد لك مما نراه على الواقع أن هذا لن يكون في قابل الأيام، غير أنه هو فقط الاستهلاك الإعلامي أو مناورات سياسية لا أكثر ولا أقل. أشكرك دكتور عبد السلام البيطار، أكاديمي وسياسي، حدثتنا من اسطنبول. زار وفد من قوات التحالف الدولي الفرن الآلي ومشفى شام في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية، والتقى عددا من أهالي المخيم واستمع لمطالبهم. الوفد الذي كان بقيادة ضابط بريطاني التقى خلال الزيارة عددا من أهالي مخيم ركبان الذي يضم نازحين سوريين وعوائل مقاتلين من فصائل الجيش الحر، وطالب وفد من الأهالي التحالف باستئناف عمل النقطة الطبية التي كانت تخدم المخيم في السابق وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى فتح باب التطوع أمام شباب المخيم في الفصائل المحلية العاملة مع قوات التحالف. طالب مربو الدواجن شرق حلب المنظمات والسلطات المحلية بالاهتمام بقطاع الدواجن، حيث يعاني أصحاب المداجن من ارتفاع التكاليف وظهور الجوائح المرضية وسط ضعف الطب البيطري في المنطقة. هذا كله طاعون، لا يكاد يتوقف أبو عبد عن التجول بين فراخ الطيور الداجنة وتفقدها خوفا عليها من نقص الطعام والشراب وانخفاض درجة الحرارة،
أو أن تصيبها جائحة مرضية كالتي ضربت الطيور قبل شهر ونصف، جائحة تسببت بخسائر فادحة للمربين في قرية قبة الشيح التابعة لمدينة قباسين. كبينا منه 2100 طير بعمر واحد اثنين في يوم بسبب مرض طاعون، لا في مخبر ولا في مسؤولين اسموا على الطيور ولا شيء، ولا في دعم للفحم ولا دعم للعلف ولا دعم للسيسون. والفوج كمان ربطنا صار 10 أيام عمره 10 أيام، كبينا 140 طير، الله أعلم شغلت في قدامنا كم مرة، الله أعلم. يعني مصاعب جمة يعاني منها مربو الدواجن في ريف حلب الشرقي، منها الجوائح المرضية التي تفتك بالطيور بين الحين والآخر، وغلاء الأدوية البيطرية، إضافة إلى النفقات الكبيرة التي يتكلفها المربون، ظروف دفعت أصحاب المداجن إلى تشكيل رابطة للدواجن وتقديم دراسات لمجلس قباسين المحلي عن احتياجاتهم، لكنها لم تجدي نفعا حتى الآن. لا أجينا أي دعم لا من المجلس أو منظمات، حاولنا نطرح مشروعنا كذا مرة أنه نحن أجل كل القطاعات في الشمال، من قطاع عدن أغنام وقطاع الأبقار قطاع الزراعة قطاع الإغاثة كل أجيها دعم، إلا النحالين إلا مشروع المداجن ما في أي التفات له، لا جهات رسمية ولا جهات إغاثية ولا جهات أممية. نتمنى يكون في عندنا مختبر لتشخيص الأمراض، ويعني قبل ما تقع الأمراض أو قبل ما تقع الجوائح. يعني بالنسبة لنا بالشمال المحارة كلياته ما في عندنا ولا مخبر طبي بيطري. 80 مزرعة للطيور الداجنة تنتشر على أطراف قرية قبة الشيح وقرية سوسنبات قرب الباب شرق حلب، تنتج 14 مليون طائر على مدار العام وفق إحصائية لرابطة الدواجن، تمد السوق المحلية باحتياجاتها من لحوم الفروج. ترك مربي الطيور الداجنة لوحدهم ما بين الجوائح المرضية والتكاليف المرتفعة ما ينعكس سلبا على المربين والسوق المحلية في ظل إهمال تام للقطاع من قبل المعنيين والمنظمات العاملة في المنطقة. مجد العمر، حلب اليوم، من قبة الشيح، ريف قباسي. تنتشر المراكز الصحية التي تقدم الخدمات بشكل مجاني في عموم مناطق إدلب، حيث تساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن الأهالي وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج والمتابعة دائما. ملامح وجه السيد محمد ذوي 75 عاما تخفي الكثير من الخيبات، قد أتعبه النزوح والابتعاد عن وطنه، لطالما حلم بالعودة لكن مضت سنوات ولم يتحقق حلمه، إنما تفاقمت أحواله الصحية حيث أخبره الطبيب بعد المعاينة أن الشريانين الرئيسيين المغذيين لعضلة القلب قد توقفا ليصبح من مصابي الأمراض المزمنة. قال معك شريانين واقفين، في عندك شريانين اللي بيغذيني العضلة واقفين، طلع منا قصرة وعطاني البلعات، قال لي هدول أحد يطول ما نك طيب بدك إياهين، ما بتغيرهين، وإذا بتغير فيهن شيء يعني شبيهين أو هاي بتخبرني. تعود أسباب الأمراض إلى هذه البيئة التي لا تخلو من التعب النفسي والهم والحزن، وهي عوامل رئيسية يوصي الأطباء بتجنبها، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أصحاب الأمراض المزمنة يعانون من الاحتياجات الدائمة، لكن الكثيرين منهم يجهلون وجود المراكز التي تقدم الخدمات بشكل مجاني. سوف ننتقل إلى إحدى تلك المراكز لنعاين الخدمات التي يقدمها لأصحاب تلك الأمراض. تنتشر العديد من المراكز الصحية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني وخصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى المراقبة والمعاينة بشكل دوري دون انقطاع. أنا من قسم الإسعاف من أحد مراكز الأمين المنتشرة في محافظة إدلب، نقوم بتقديم الخدمات بشكل مجاني لأصحاب الأمراض المزمنة ونلبي أغلب حاجات الأمراض المزمنة. حاليا عندنا أمراض ذات رئة، عندنا التهاب الكبد، عندنا أمراض الجدري، أمراض جراب مثلا ابتديت هلأ هاي منتشرة، والقسم هون عنا عم يلبي حاجاتهم. تكاليف الدواء التي يحتاجها مصاب الأمراض المزمنة أرهقتهم،
لأنهم بحاجة لها بشكل دائم ولا يستطيعون الاستغناء عنها. عامر عاصي، حلب اليوم، إدلب. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.